صدر عن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب قرار بشأن إجراءات انتخاب أعضاء مجلس النواب بالنسبة للناخبين الموجودين خارج مملكة البحرين. ونص القرار على تشكيل لجنة للاقتراع والفرز لانتخاب أعضاء مجلس النواب في كل سفارة أو قنصلية أو بعثة دبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج برئاسة السفير أو القنصل العام أو رئيس البعثة الدبلوماسية، وتتولى كل لجنة مباشرة عمليتي الاقتراع وفرز أصوات الناخبين. كما نص القرار على إجراء الانتخاب في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية يوم الثلاثاء الموافق للعشرين من شهر نوفمبر الجاري، وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب تجرى الانتخابات يوم الثلاثاء الموافق للسابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، ويبدأ الاقتراع من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي للمدينة التي توجد بها السفارة أو القنصلية أو البعثة الدبلوماسية.